مشروع قانون المالية لسنة 2022 ومدى استجابته لتطلعات الأجراء ورهانات التنمية محور يوم دراسي نظمه بالدار البيضاء الاتحاد المغربي للشغل بشراكة مع فريقه البرلماني بمجلس المستشارين من أجل إغناء النقاش حول هذا المشروع. ليلى عسلي وعبد الرحمن زيان. أشغل هذا اليوم الدراسي للاتحاد المغربي للشغل وفريقه البرلماني بمجلس المستشارين تناولت مشروع قانون المالية للسنة 2022 ومدى استجابته لتطلعات عموم الأجراء والفئات الشعبية ولرهانات التنمية، موضوع يكتسي أهمية باعتبار هذا المشروع لقانون المالية الأول في ظل الحكومة الجديدة. يهمنا كذلك كطبقة عاملة مغربية وكمنظمة نقابية أن نتعرف على مدى تنزيل الوعود والالتزامات للأحزاب الحكومية في هذا المشروع وخاصة تلكم بالعدالة الاجتماعية وخاصة تخفيض الضريبة عن الأجور. برنامج هذا اليوم تضمن تقديم الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية 2022 والذي تؤطره عدة محاور استراتيجية تتمثل في تقوية أسس انتعاش الاقتصاد ومواصلة ورش تعميم الحماية الاجتماعية وتأهيل الرأسمال البشري مع إصلاح القطاع العام وتعزيز آلية الحكمة. في إطار هذه التوجهات جاء قانون المالية مجموعة من التدابير المهمة سواء تدابير جبائية أو تدابير غير جبائية، ومن أهم هذه التدابير هو برنامج الأشغال الكبرى اللي خصت له قانون المالية 2.25 مليار درهم واللي غادي يتوجه بالخصوص للشباب اللي فقدوا الشغل ديالهم نتيجة الأزمة، وكاين برنامج آخر اللي هو برنامج الفرصة اللي غيمكن الشباب اللي باغيين يديروا مقاولات واللي ما عندهمش لابور بيرسونيل باش يمكن لهم يستافدوا من برنامج انطلاقة. نقاش سجل مشاركة عدد من الخبراء وطرح انتظارات الطبقة العاملة، لقاء يتوخى منه أيضا صياغة مجموعة من التوصيات التي ستشكل خارطة طريق لفريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين.